إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فقص عليه الصلاة والسلام من الأخبار في سنته القصص العجيبة، ومنها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم التفت لأصحابه فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت له البقرة: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرف. فقال الناس: سبحان الله، أو بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب على الغنم فذهب بشاة، فذهب الراعي ليستنقذها منه، فقال له الذئب: هذا أتستنقذها مني؟ أين أنت يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، أو ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. في هذه القصة أحبتي، هذه القصة التي فيها من الإيمان بالغيب الذي هو صلب إيمان المؤمن، قال الله سبحانه وتعالى في بداية كتابه عن صفات أهل المتقين: الذين يؤمنون بالغيب. وهذا من قصص الغيب الذي يجب أن نؤمن به. ففيها من العبر أن الذي استرعاه إنسان على رعاية شاة أو رعاية بقر أو أيا يكن من الدواب فليتق الله فيها، فإنها سيأتي عليها يوم وتتكلم. إن لم تتكلم في الدنيا وتحكي عن المظالم ستتكلم في الآخرة. وقد حدث مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي في الدلائل وأبو نعيم في الدلائل، أن صحابيا يقال له أهبان بن أوس الأسلمي، هذا الصحابي كان أيضا يرعى الغنم، فجاء الذئب ليأخذ شاة من غنماته، فصاح به أهبان، فجلس الذئب على ذنبه أي على ذيله، فقال له الذئب: أتمنعني رزقا رزقنيه الله؟ فتعجب أهبان أن الذئب يكلمه، فقال له الذئب: وأعجب من هذا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه النخلات، وفي رواية بين الحرتين أي في المدينة، يدعو إلى الله. فذهب إليه أهبان، يعني ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقص عليه ما حدث بينه وبين الذئب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه بين أصحابه، فقال له: يا هذان، احكي ما حدث. فحكى ما حدث، فقال رسول الله: صدق الراعي، والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم الدواب الناس بكلام الإنس، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهذه من علامات الساعة، أن تتكلم الدواب بكلام الإنسي، أي بكلام البشر نفهمه، يحكون المظالم التي وقعت. ويوم القيامة لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالشاة القرناء التي لها قرون، والشاة الجلحاء التي ليس لها قرون، فيقتص من هذه لهذه. فهذا مع الدواب يا عباد الله، فما بالكم بمظالم بني آدم التي هي أشد ظلما، والله سبحانه وتعالى لا يغفرها حتى يسامح صاحبها فيها. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما بعثه إلى اليمن، فقال له في النهاية عندما أمره بأوامر: اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الرحيم الودود الغفور. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه القصة أحبتي، من العبر والعظات أيضا، أن الراعي الذي يرعى مواشي في البوادي لابد أن يكون قويا ولا يخاف. فهذا الراعي صاح في الذئب وتكلم معه ولم يخف منه، كذلك لابد أن يكون أمينا وليتقي الله فيما استرعاه، وليتذكر دائما أن هذه المظالم ترفع إلى رب العالمين. فهذا جمل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه يجيعونه ويتعبونه. وأيضا نأخذ من العبر في هذه القصة فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذان الصحابيان لم يكونا موجودين في عندما قص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، ومع ذلك شهد لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، قال: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم ليس الموجودين الآن، لأنهم يؤمنون بالغيب في كل ما يخبر عنه الصادق المصدوق حتى ولو لم يشاهدونه. وكذلك نأخذ منها أن الإنسان قبل أن يرحل من الدنيا يرد إلى أصحاب المظالم مظالمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن المظالم فقال له الصحابة ولو في شيء يسير، قال: ولو كان عودا من أراك، ولو كان عودا من أراك سيقتص صاحبه منك يوم القيامة. فيا عبد الله، اتق الله فيما استرعاك الله من الرعاية، فاعط كل ذي حق حقه، ولا تؤخر عنه حقه، ولا تمنعه حقا له. فإن الله سبحانه وتعالى سائلك عن هذا: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من وليت ولا يذل من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى تبقى غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وصرف قلوبنا على طاعتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين يخشونك في السر وفي العلن والذين يعطون لكل صاحب حق حقه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله وقوموا إلى صلاتكم.